ياقوت جاوبني يا بنتي. ياقوت لا اليوم احسن من البارح سي القاضي. لا لا ما حتى ما تحسنتش سي الحكيم. ما نكذبش عليك سي القاضي، ان مرضى حيرني، تنفس عادي، دقات القلب متوازنه، ما فيها حمى، ريقها صافي، ومع ذلك ما بغاتش تفيق من الغيبوبه. صح سي الحكيم، هذه 15 يوم وهي في هذه الحاله. انا عييت ما نصبر. لازم نصبر في هذه الحالات، يمكن المرض الله يسر يطول اكثر من هكذا. عافاك سي الحكيم، قال يا شي دواء، انا معول عليك والله. انا غادي ندير جهدي وكثر من جهدي، والكمال على الله سبحانه. انت اعظم حكيم في البلاد، عافاك القلي يا شدوى لبنتي. يكون خير ان شاء الله، يكون خير. بارك الله فيك. ياقوت ياقوت صح زرني محبوبي يا مسكون صايم، شهدا قطعت وجني الورد قالو كلي رمضان باجور كنت ناداني يا حبيب الخاطر ياك المريض يفطر. اصح اصح زرني محبوبي يا مسكون صايم شهدا قطعت بركة عليا من الغنى راه طالع عليا الدم. كنا نغنيو باش نرشقوه ليك. واخا تغني ليا الاندلسي ما ترشقوا ليا الغرناطي. ما وجد ليا واحد الكاس ديال الويزه باش نتهدن شويه. ما تلطي غير الموجود. سيد الحكيم السلام عليكم. عليكم السلام. أكيد داير سي المخزني؟ بركة سيد الحكيم صرب معنا سيد برا ديالتي. بسم الله. قول لي يا سيد الحكيم كيف بقيت مولادي؟ ما كاين ما نخبي عليك، الحالة هي الحالة. لا قول لي اللي كاين، أنا راه مستعد نعطيها دمي كله، ما نخلي تقطرة. والمشكل وهو أنني أنا براسي ما عرفت أش نعمل. قريت جميع كتب الطب اللي في الدنيا وما بان لي والو، وبقى عندي امل واحد. اما هو سيد الحكيم؟ من بعد من بعده غتعرف. سليمان وفينا هو برا ديالته؟ ها هو ها كل شيء موجود. ها هو كل شيء موجود مع ما سيدي. اه يا سي مرقب وحش حشتو غابر هاد الايام. انا ما بقاش بان ليا. عندك يكون ما ثم بغاش يقول علينا ولا 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 يكون خافنا نجيو ناكلو عنده الماكله وهو ميت. بركه منطق بركه. علاش كاين انت هزرو كاع بينا نهزروه؟ وقيلا حيت ما مشيناش نشربو عنده انتي في القهوه. بركه من كيكي راه الوقت خايبه. خايبه؟ اش كاين اش واقع؟ لالا الياقوت راه مريضه. لالا الياقوت؟ ايه شكينا واش ضرها؟ عندها شي مرض في الدم. يا لطيف اجي خويا انت شكون اللي قال لك؟ راه المخزني جا للقهوه هو والطبيب وقالوها ليا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا حول. لا 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 بلاش عندي الجاه وعندي المال، ما قدرتش نداوي حتى بنتي الوحيده. مستعد نعطي كل ما كان ملك. سيد القاضي اسمح لي دخلنا بلا اذن. تفضلوا تفضلوا. الطبيب باغي يناقشك في واحد الموضوع واخا ما عنده لا اهميه ولا منطق ولا صواب. انا ما مستعد نهضر في حتى شي حاجه من غير موضوع بنتي. بخصوص لالا الياقوت سيد القاضي، لقيتو الدواء؟ لقينا اللي عنده الدواء. شكون؟ اتمني به. وشكون غيره؟ جحا فكاك له حيل. جحا؟ لا يا سيد القاضي،
انا ما متفقش هذا القضي. جحا الرجل نكيتي ودماغه عامره غير بالشعواده والخرافات. جابوا شي طب. لا سيد القاضي، جحا حكيم وفيلسوف ومعلم تيداوي بالعقل والحكمه. جحا عنده تجارب الدنيا. جحا جوال. ما عشناش داكشي اللي على جحا. اتمني به دابا جيبوا لي دابا اتمني به. واخا سيد القاضي جيبوا لي. واخا سيد القاضي. اسم بارك فين وصلتي لنا دابا في هاد الجباطون؟ انا خدام فيه شويه ويكون موجود. يا سمبارك واحد شحال شفتو غابر هادي شهور كثيره؟ سولت عليه لاله زهره غير البارح قالت لي مشى لبلاد بعيده. ولاش بالسلامه؟ مشى يجيب الكتب والعلم. انا غشمي الناس كتمشي تجيب المال باش دير علاش تولي هو غادي قاطع البحور ويدار باش يجيب ليها الكواغط. ايوا شحال هو هذاك الا قال ليه راسو دير شي حاجه ولو طارت معزه. ايه تخدم ولا نعس؟ تقعد شويه عزم راسك تربقت بيسر بينا. اصبر مخزني هذا مخزني؟ اسيد المخزني راه هي اللي تعدات عليا وظلمتني حيت انا مرا شيبانيه ووحدانيه. سيدي سكتي. انا سكتة سيدي حاشاك رمات عليا الزبل باب داري وانا نعطيها علاش كدور. قلت لك سكتي. انا سكتة سيدي انا سكتة. كاين شحال؟ شكون اللي شافو سيد المخزني؟ راه دي شحال ما شفتو انا. فين مشى؟ مشى لشي بلاد بعيدة. كان هنا سيد المخزني كاع ما يحقروا عليا. وما عرفتيش سميت هاد البلاد؟ سميتها؟ نسيتها سيدي. هو قال لي هاد البلاد اللي غادي اللي مشى لها ناسها عويناتهم مكمشين ومسقوخين. وانت غادي يرجع؟ شي شهور سيدي يمكن يرجع في هاد الايام. سمعي الا جا واخا يجي في الفجر غتقولي يجي لدار سيد القاضي. واخا سيد مخزني واخا. فهمتي؟ لا فهمت فهمت. يلا خليتك على خير. تبقى على خير سيدي. علشان حبوب عطري سريحة يا سيدنا ويا جافيري علاش تشفى واسمح سندوش واش هذا وجهكم ولا كفاكم؟ انا مالنا اش درنا سيد مخزني؟ كاسرين الدنيا وكتقولوا لي اش درنا؟ حنا رانا شتين غير واحد شويه وصافي. هذا وقت النشاط. هذا ماشي وقت النشاط غير حنا دابا كثرت الهموم وكنفوجوا على روسنا. بغيتي شي كويس ديالها تاي؟ باغي الحنطل. اسيد المخزني راه حنا في خبرنا باللي لاله الياقوت مسكينه بنت القاضي مريضه. خبرتكم؟ وشكون اللي قالها لك؟ ها؟ ومنين شتي هاد الخبار سليمان؟ القبيله راه كلها هي سايقه الخبر. انا راه ما فرنسي والو بغيتي الغريبه. قلت لك باغي الحنطل. اعتدي معاك. هو الاخر راه ما فرنسي والو ما في خبري والو راه هما تتاحوا عليا البطل. الا شفتو جحا قولوا ليه يهدم في الدار القاضي. غير تهنا ما هدرتش معاه. الله يعاونكم. الله يعاونك سليم على السي القاضي. اهلا اهلا انت بجحا. والله كل ما حمارك ما نعرف. قلتي عليه انا راه قلت غادي نجي غادي نلقى ما بقاش عندك العقل. الحمد لله اللي راه باقي بعقلك. والله الا تيحش هاد الحيكات ديالك ودي جحا. ايوا سيدي انا رجعت وجبت لكم معايا المفيد. وكيفاش السفر؟ والسفر كان طويل وشاق ولكن الحمد لله كله افاده. ياك؟ وهذوك الناس اللي هي كي دايرين؟ ايوا سي مالك شفت جميع الاجناس. الرجل الاسود، الرجل الاصفر، الاحمر، يعني المكسي الطويل، العريان، جميع الاصناف. واش جبتي معاك؟ جبت معايا هادشي اللي كتشوف. شنو هادشي؟ ها انت كتشوف. ما جبتيش معاك زعما شي تويبات نقلبوا فيهم ويبيعوا الشراء ولا شي حاجه؟ سي مالك
واش انا نخلي على نجيب الكتب اللي كلهم افاده ومعرفه وتنوير ونجيب الاثواب اللي كتب انا هذه ما درتيش شي فيها جحا. اسمح لي انا ما نسحب كل ساعه ما نجيش معك كاع ولا نستقبلك. والله الا سمح لي كاع ندمت لي قلت معك. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي سيدي المخزنيش توتال هابط يقلب على جحام. ما يكون غير دار شي مصيبه وهرب. علاش ما تقولش شي مصايب هي؟ واش كيعرف يدير هو من غير النوار؟ هذه ما تكون غير شي طنوعيره خرجت فيه. هالراجل اللي ما عنده لا صنعه ولا حرفه راه لبتيك حلها. يا سيدي انا هاد اللهفه باش يقلب عليه المخزني ما غادي تكون غير ديال الحبس. هذا ما غادي يكون غير نفرسو باش ما يلقاو ليش العطا. ودار السباب الكتب والعلم. هذاك شحال اللي جاي ولا كذبت؟ هو هذاك هو ما كاينش منه جوج. جاي الحبس برجيلاته. السلام عليكم يا ولاد العز. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك. الله يسلمك. كيفاش هاد الغيبه؟ فين كنتي؟ كنت سيدي عند الناس اللي ما عندهمش الوقت اللي ضيعوا في النميمه والكلام الفارغ. وشكون هما هاد الناس؟ الناس ديال الحكمه والمعرفه. الناس اللي وصانا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال لنا اطلبوا العلم ولو في الصين. وما هاد الناس عبد الملك انت؟ ايوا دخل بعدا شرب شي كاس ديالاتي وعاود لينا. خصني نمشي للدار نرتاح وحتى مرزوق عيا شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه هي الوجيبه باش نتصالح مع المخزني. نمشي نعلم به. خطواتك لله ردي راه الاجر. نجري هو الاول. يلا ياقوت ياقوت جاوبي لي بنيتي انا باك. ياقوت ياقوت عند راسي القاضي كيبقات البنيه قبل ما تدخل حركت يديها وقالت شي كلام ما مفهومش غير كلمتها يتغيب عاوتاني. هاد الشيء كيبشر بالخير. المهم ما تخليوهاش بوحدها. انا جبت معايا عسل الشهد غادي نعطيها منه لعل وعسى يوقظها. بارك الله فيك الله يجزيك بخير. يكون خير إن شاء الله.